مثل ما سبق وحكينا التمارين هي عبارة عن تمارين ستريتشنج أو استطالة بنسميها. واضح من الاسم كلمة استطالة، فممكن تساعدنا بتعديل المشاكل اللي نحن متعرضين لها لحتى نزيد من الطول. نبدأ بالتمرين الأول واللي هو فول بادي ستريتش. بنحاول نرجع شوي للخلف ضمن الإمكانيات، يعني ما نبذل جهد زايد، حتى نمطط عضلات الجسم بالكامل. ل20 ثانية، يعني من وجهة نظري 15 ثانية هي الأقل للأمانة للستريتشنج، أي تمرين ستريتشنج راح نقوم فيه. ناخذ بالاتجاه المعاكس، نحن أخذنا تمطيط الجسم للخلف بهالشكل، ناخذه بالاتجاه المعاكس حاليا. ننسى أهمية التنفس خلال أداء تمارين الاسترتشنج أيضا. مثل ما مططنا جسم للخلف أمام، ننتقل سايد باي سايد بشكل جانبي. نكرر حتى ضمن عملية الاسترتشنج أو تمارين الاستطالة، نكرر عملية التنفس لحتى نكون مرتاحين أكثر ونجيب أكسجين للعضلات بشكل أفضل. ننتقل للتمرين التالي واللي هو تمطيط عضلات الجزء السفلي. بدنا ناخذها بكذا وضعيه، نحن فتحنا الحوض بشكل اكبر بهي الطريقه، بدينا بالتمرين بهالشكل، حولنا الى هذا الشكل واعطيت مجال للحوض انه يصير عنده تمطيط اكبر لعضلات الحوض. 15 ثانيه بنبدل، ما حكينا 15 ثانيه هي الحد الادنى لاي تمرين ستريتشنج رح نقوم فيه. نفتح الحوض أكثر. مثل ما نلاحظ نحن بتمارين الستريتشنج بنشغل عضلات الجسم بالكامل بأي تمرين ستريتشنج، ولكن دائما بيكون عندنا نقطة ارتكاز وتدقيق على زاوية معينة، ولكن بالعموم بيشتغل الجسم بالكامل. وهلا التمرين المفضل للأمانة بالستريتشنج واللي هو الكوبرا بوز. حتى الأشخاص اللي عانوا من آلام الظهر، عندهم مشاكل بالظهر، عملهم مكتبي أو عندهم وقفة خلال اليوم، يسووا هذا التمرين مرة صباحاً مرة مساءً، 5 مجموعات، كل مجموعة حد أدنى 15 ثانية، راح بيلاقوا فرق كثير كبير استفادة على هذا التمرين. سويت 15 ثانية، فيني أضيف على هذا التمرين حركة واللي هي تقوية للعضلات بهالشكل البسيط. 1 2 3 4 5. ممكن نبدأ بالأداء الحركي بهذا التمرين لحتى نعطي مرونة وكمية دم أكبر للعضلات، بعدها نقوم بعملية الاسترتشنج. هلا رح ننتقل للتمرين التالي. نحن بالبداية أخذنا تمرين الاسترتشنج بشكل ضيق، حاليا نأخذ على بشكل واسع لنضرب عضلات ونسيب عضلات جديدة.
من لاحظين انا بهالحركه هي عم سوي الشيء اللي هو اسمه ستريتشنج للالياف العضليه، تمطيط. صحيح؟ انسايد. وهلا بنختم تمريننا بالتنفس العميق ايضا. وهذا كان لمحة بسيطة عن تمارين الاسترتشنج او الاستطالة لحتى نحصل طول اكثر إذا كان عندنا مشكلة صحية. وبتمنى تكون استفدتوا من الموضوع، وطبعا ما فينا نحيط بكل شيء نحن، ولكن أعطينا لمحة بسيطة. نعم شكرا لك كوتش. طبعا يعني تمارين كانت سهلة وبسيطة، وأكيد صحيح. الواحد يقدر يطبقها أيضا بالبيت. شكرا لك كوتش. شكرا لك.